تقدر تدق على الوالدة والوالدة وتقول لهم رحت مطعم فخم والحساب 5000 وما عندي فلوس. والله الوالدة صعبة، لكن بدق لك على أخوي أكبر أخوان. ألو؟ هلا. إيه هلا بمعتو، كيفك؟ هلا والله هلا. شلومة؟ أنا طلعت مع العيال هنا في جدة في مطعم. إيه؟ وما أدري هو برازيلي ما أدري وش هو، الزبدة إنه يعني مطعم فخم. إيه؟ بس وطلع الحساب علي أنا بس 1100. ونحشرت. طيب طيب كيف؟ خلاص ضبطت كيف معك يعني؟ ها؟ وش معك؟ وش معاي؟ ما معاي شيء. طيب كم؟ سعيد وعدي كمان ما معاهم وبحاسب عنه. ايه؟ كلها 3600. طيب ابشر. خلاص؟ خلاص ابشر ابشر. طيب يلا دقيقة شوف لا انت ابو معتوق الله يكثر خيرك ان شاء الله. هلا والله. والله لساك مرة لذيذ يا احمد لكن ما اقدر. عساب العافية عساب العافية والله حبيبي. لا انت عساب العافية ما تقصر. عساب العافية عساب العافية.